السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ويا مرحبا ويا هلا. نقدم لكم هذا الفيلم ونرجو أن ينال رضاكم واستحسانكم وسامحونا على التقصير إن وجد. اليوم نتكلم عن حيوانات اختفت عن وجه الأرض للأبد، وللأسف السبب الإنسان. هناك الكثير من الحيوانات التي انقرضت على مر التاريخ، ولكن الإنسان كان هو السبب الأول في انقراض هذه الحيوانات. ولو حاولنا ذكر كل الحيوانات التي انقرضت فلن تكفينا كتب ومقالات كثيرة، ولكنني أحببت أن أسلط الضوء على الحيوانات التي تم التقاط صور فوتوغرافية لها قبل انقراضها، مما يعني أنها لم تنقرض منذ زمن بعيد، ليدل ذلك على أن تطور الإنسان وتقدمه كان سلاحا ذو حدين، فأدى إلى زيادة الرفاهية وفي المقابل أضر بالحيوانات وأدى إلى انقراضها. ومن هذه الحيوانات النمر التسماني. كانت هذه الحيوانات تدعى نمر تسمانيا، وقد توفي آخر نمر تسماني في حديقة حيوان في مدينة هوبارت في ولاية تسمانيا في أستراليا في يوم 7 سبتمبر عام 1936 ميلادي للأسف. وعلى الرغم من كون هذا الحيوان الأخير من نوعه وكان يدعى بنيامين، إلا أنه توفي على الأرجح بسبب الإهمال في حبسه في ظروف مناخية سيئة. وعلى الرغم أنه كان يدعى نمر، إلا أنه ليس من القطط ولا الكلاب، بل أنه كان من أكبر الجرابيات آكلة اللحوم في العصر الحديث، لأنها كانت تضع صغارها في كيس على بطنها. وكان أكبر سبب في انقراضهم من البرية حملة صيد كبيرة قامت بها الحكومة التسمانية منذ عام 1888 وحتى عام 1909، مبررة هذه الحملة بأنها كانت تعتقد بأن النمر التسماني يأكل الأغنام والدجاج. وقد قتل آخر نمر تسماني في البرية على يد مزارع يدعى ويلف باتي عام 1930 عندما رآه حول بيته. وفي هذا الفيديو هو آخر نمر تسماني صور وتوفي عام 1933 يعتقد. أيضا هنالك حيوان آخر قد انقرض إلى الأبد لم يرجع، وقد سمعت من بعض الأخوان يقول أن هذا الحيوان كان في الجزيرة العربية، سمعنا الله أعلم. هذا الحيوان هو الحمار الوحشي المسمى الكوجا. أعزكم الله، كان الكوجا فصيلة متميزة من الحمار الوحشي، فقد تميز الكوجا بوجود خطوط على الجزء الأمامي من الجسم فقط، يعني الخطوط ليس بكامل جسمه بل في الجزء الأمامي فقط، يعني بين الحمار عزكم الله العادي والحمار الوحشي. وكان لون شعر بطنه بني فاتح وأقدامه كانت بيضاء، وهذه الصورة هي للكوجا الوحيد الذي تم تصويره حية. وهذه الصورة من حديقة لندن عام 1870، ولكن لم يكن الأخير من سلالته، فقد كان الكوجا هدفا للصيادين، وقد قتل آخر كوجا في البردية في أواخر عام 1870، ومن ثم انقرضت هذه الحيوانات في عام 1883 عندما توفي آخر فرد منها في حديقة للحيوانات في أمستردام في هولندا. وهناك نوع آخر انقرض للأبد يسمى نوع من الحمام الزاجل. قصة الحمام الزاجل هي واحدة من القصص الأكثر مأساوية في الانقراض في العصر الحديث، فمنذ حوالي 2000 عام لم تكن معرضة للانقراض، بل في الحقيقة لقد كانت الطيور الأكثر شيوعا في أمريكا الشمالية، وقالت بعض التقارير أن أعدادها كانت بالمليارات خلال بعض هجراتها، فقد كانت أسرابها تحلق لمسافة تمتد لأكثر من ميل، ويمكن أن يستغرب السرب بضع ساعات يستغرق السرب بضع ساعات حتى يمر فوق منطقة معينة. وكان من المستحيل أن نتخيل أمريكا الشمالية بدونها، ولكن ماذا حدث حتى انقرضت هذه الحيوانات؟ أتى الصيادون المستعمرون، وكان لحم الحمام الزاجل يعتبر من اللحوم الرخيصة خاصة للعبيد والفقراء، مما أدى إلى حملة صيد شعواء على نطاق واسع،
وعلاوة على ذلك ونظرا لكبر حجم قطعان الطيور فقد أصبحت الطيور تشكل تهديدا للمزارعين، ومن ثم أسقف الكاثوليك في كيبك بطرد كل الأنواع. وتوفي آخر الحمامة الزاجلة المعروفة باسم مارثا في الأسر في 1 سبتمبر عام 1914 في مدينة سينيتاني بولاية ياهو، بعد أن ذبح آخر قطيع والذي كان عدده يزيد عن على 25,000 على يد صيادي الطيور، على الرغم من معرفتهم بأنه كان آخر قطيع من هذه الطيور. يعني هم يعرفون أنه في آخر قطيع من الطيور، على الرغم من ذلك صادوه، وقد اختفى هذا النوع من الحمامة الزاجل للأبد، وهو كان في أمريكا الشمالية. يعني المستعمرين حتى دمروا حتى السكان الأصليين، غير الحمام، غير الحيوانات. أيضا حتى حيوان البايسون لم وجد منهم المأساة. أيضا كان أول أيضا انقرض من الحيوانات العلجوم الذهبي، كان أول حساب لهذه الضفادع قد قام به عالم يدعى جاي سانفيج عام 1966، وكان آخر ضفدع وجد عام 1989، وقد كانت تتميز بلونها البرتقالي الذهبي، وكانت تتواجد في الغابات الاستوائية وكوستاريكا، يرمز انقراضها إلى انخفاض عدد البرمائيات على مستوى العالم، والذي كان من المرجح نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وقد وصف العالم الاسترالي الشهير انقراض الضفدع الذهبي ليكون أول نوع ينقرض من هذه الحيوانات بأنه ناجم عن الاحتباس الحراري. يعني هذا الضفدع العلجوم الذهبي انقرض، يقول العالم الاسترالي أنه انقرض بسبب الاحتباس الحراري، وهو أول الحيوانات التي تنقرض من هذا الشيء. أيضا هناك انقرضت للأبد فقمة البحر الكاريبي. فقمة البحر الكاريبي كانت الفقمة الوحيدة التي لا توجد في منطقة في أي منطقة في البحر الكاريبي وخليج المكسيك، كما أنها النوع الوحيد من الفقمة الذي انقرض بسبب الإنسان، وقد أعلن انقراضه رسميا منذ 3 أعوام فقط في 6 يونيو عام 2008، على الرغم من أن آخر مرة رآها الناس فيها كانت في بنك سيرانا بين الهندوراس وجامايكا عام 1952، وكان انقراضه ناتجا عن صيد الإنسان لها، فقد سجل أثناء رحلة كولومبوس عام 1494 أنهم قتلوا 8 وذبحوها من أجل لحومها. أيضا هناك وعل البرانس. قصة وعل البرانس غريبة، فقد حاول العلماء إعادته إلى الحياة مرة أخرى عن طريق الاستنساخ، ولكن الحيوانات المستنسخة ماتت بعد 7 دقائق فقط من ولادتها بسبب فشل في الرئة، وقد حدث هذا في يناير 2009. وتوفي آخر وعل ولد طبيعيا في يوم 6 يناير عام 2000، بعد أن عثر عليه ميتا تحت شجرة في سن 13 سنة، وقد كان مات قبله وعل آخر في عام 1999 بسبب الشيخوخة. يعني انقرض هذا الوعل إلى الأبد، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت حديثا لإعادته فقد فشلت كل الجهود، وعقدت مناقشات جادة حول ماذا كانت هذه المخلوقات المنقرضة ينبغي إعطاؤها فرصة ثانية للحياة. يعني من محنط يبون يطلعون شيء حي، هذا صعب جدا، ففشلوا بهذا. أيضا من الحيوانات المنقرضة والتي لم تعد ثاني أيضا من الحيوانات التي انقرضت إلى الأبد، ألا وهو التيتل. كان التيتل من الوحوش صعبة الاستئناس، ولكن قدماء المصريين استأنسوه كمصدر للغذاء ولحمل الأشياء، وعلى الرغم من أنها جابت أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فكل هذا لم يكن كافيا لإنقاذه من الصيادين الأوروبيين، فقد كانوا يصطادونها للغذاء والاستجمام،
وكان آخر تيتل قد توفي في حديقة الحيوان في باريس عام 1923 وقد كانت أنثى، وهذه هي صورتها للأسف الشديد. أيضا من الحيوانات التي انقرضت للأبد نمر ياون. نمر ياون هو نوع فرعي من النمور التي كانت تقتصر على جزيرة جاوة الأندونيسية، وكان آخر فرد شوهد في عام 1972، على الرغم من أن هناك أدلة على أنها كانت حية حتى عام 1980، وقد وجدت أثار لها في 1979 ميلادي، عندها تم تحديد 3 نمور فقط، وكان السبب الرئيسي لإنقراضها التعدي على الأراضي الزراعية والتي لا تزال مصدر قلق كبير في جاوة. يعتقد بعض الناس أن نمور ياون لا تزال على قيد الحياة في بعض المناطق القليلة، ولكن حتى إذا كان ذلك صحيحا فإن أعداد النمور ستظل قليلة جدا. أما المنطقة الأكثر احتمالا تحتوي على نمور فهي الحديقة الوطنية بيتيري ميرو، وحتى تلك المنطقة مهددة من قبل شركات التعدين بعد اكتشاف الذهب في منطقة مجاورة. أيضا من الحيوانات التي انقرضت إلى الأبد ألا وهو الحمار البري السوري. كان آخر حمار بري سوري عزكم الله قد توفي في حديقة حيوان في فيينا في النمسا عام 1928، وقد كانت هناك تقارير مشتركة عن قطعان كبيرة كانت تجوب في الجبال والسهول الصحراوية في الشرق الأوسط، ويقال أن الحمار البري السوري قد انهار تماما خلال الحرب العالمية الأولى عندما دخلت بيئتها القوات البريطانية والتركية المدججة بالسلاح، فلم يكن البدو قادرين على مقاومة المدافع، ولم تكن سرعة الحمار الكبيرة كافية لهروبه من سرعة السيارات الحديثة التي حلت محل الإبل. ويعتقد أن سلالة من سلالات الحمار الذي يوجد في الجزيرة العربية، وهذا الحمار الموجود إلى الآن في الجزيرة العربية، ويعتقد أن الذي في الجزيرة العربية هو من الحمير البرية الإفريقية كبير الحجم، ولكنها أيضا مهدد في الانقراض. أيضا من الحيوانات التي انقرضت هو دولفين نهر بيجي. حتى دولفين نهر بيجي لم يسلم من يد البشر، فقد كانت تلك الدلافين سلمية، وقد كانت تسكن نهر الانغستي على الأقل منذ 20 مليون سنة، وأعلنت شركة دولفين انقراض هذا الحيوان بعد رحلة استكشافية في أواخر عام 2006 في محاولة لإيجاد دولفين واحد ولكن بدون جدوى. وعلى الرغم من بعض الشهادات الغير مؤكدة فمن غير المحتمل أن تكون البشرية قادرة على العثور عليها، لذلك سجلت دولفين بيجي كأول حيوان منقرض من الحيتان في العصر الحديث، وقد كان أهم سبب في انقراض ظهور التصنيع الصيني على نهر اليانغستي كشريان للصناعة، ونهر اليانغستي الآن هو من أسوأ الطرق المائية تلوثا في العالم، وتعتمد عليها الصين بشكل كبير في النقل وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتقريبا 12% من سكان العالم يعملون ضمن منطقة مستجمعات المياه في النهر، ويعتبر الصينيون دولفين بيجي كرمز للسلام والازدهار، ومع ذلك فأن الازدهار الصيني هو الذي أدى إلى الانقراض هذا الحيوان. في النهاية لا يسعنا إلا أن نختم بقوله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. انتهى وتم بحفظ الله سبحانه وتعالى، وسامحونا ان حصل تقصير، فالسبب الرئيسي هو الإنسان، يعني هي بيئتنا، إن لم نحافظ عليها من يحافظ عليها؟ نتمنى من الجميع المحافظة على البيئة، من الأشجار، من الحيوانات، من كل شيء. ونحن في الوطن العربي هناك حيوانات مهددة بالانقراض كالمها العربي، أيضا الغزال الريم وغيرها وغيرها من الحيوانات، والنمر العربي الذي هو مهدد بالانقراض بدرجة قصوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.